استراحة صغيرة من الأداء الرائع اللي بيقوله أبيه، ولحد ما يعود إلينا الحاج أحمد الكحلاوي إن شاء الله. يا موجود؟ طب تعالى يا سمعنا حاجة كده يا اتفضل. نحيي يامن بعد إذنكم. حي يامن، هو واحد مستني من بدري علشان يسمعكم صوته. ازيك يا يامن؟ عرفوا بنفسك كده. انا يامن محمد، ابن 5 سنوات، وابن قرار الهيئه الوطنيه للاعلام. سنه كام يا؟ تاني سنه. تاني سنه، ودي الخطوه بتاعتك. طبعا اشهر صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا يعني انت جاي من دمياط النهارده عشان تسمعنا صوتك. بمناسبة دمياط، بنحيي الأستاذ محمد إبراهيم نشف رئيس قناة مصر الحياة اللي شرفنا معاه. سمعنا إيه يا يامن؟ هو حقيقة الأستاذ أحمد سمي في وتكملة الشهر الفضل ممكن سمع قمره. يلا نسمع قمره ونتفاعل مع يامن. نحيي يامن تاني. معلش بعتذر لحضراتكم على المزيكا فهنجي كده. وأجمل من كلام ترى قط عيني، وأطيب من كلام كلم النساء، مفيش في الدنيا أغلى من
مصر ألاقي نفسك أتحب لأي حد يحبها في الكون دقدي مفيش في الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي أول ما يقول مصر ألاقي نفسك لوحدي أتحب لأي حد يحبها في الكون دقدي عايز الكل يقول معايا هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرها تفكرها شايلة هموم على خيرها بلدي وصاحب كتر خيرها بس انا سابقكم هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من غيرها فين صوتكم؟ ولا حد غيرنا تفكرها شايلة هموم على خيرها بلدي وصاحب كتر خيرها يا مصري انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان روحي يقولوا مصر رفع راسي عاشق ارضك سلام ده شيء أساسي يا مصري انت وامي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان روحي يقول مصر ارفع راسي عاشق أرضك سماكي وحب ليكي ده شيء أساسي بنرحب بزيادة المستشار ماضي توفيق الدقن أهلا وسهلا توفيق المستشار أحلى تحية للمستشار أحلى باشا طبعا ما بيهمناش إن احنا يعني نحيي الفنان العالمي وصاحب الأصابع الذهبية المصور أحمد إسماعيل اللي يعني أحسن مني أنا شخصيا ويمكن احسن من الناس كده لانه صلى في القدس تحيي عم احمد اسماعيل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معانا بعد اذنك حد جميل قوي من حرب اكتوبر وده يعتبر قدوه محترمه جدا فين الاستاذ ممدوح الشيبي موجود؟ اتفضل هيتكلم شوية عن حرب اكتوبر ويعني كلمة بسيطة يعني هي لن تتجاوز الثلاث دقايق يعني طبعا الكلام عن حرب اكتوبر كلام يعني كتير جدا ولكن بيسعدنا ان حضرتك تكون موجود معانا دكتور المستشار فوزي الفحال المستشار طبعا تحييك اتفضل يا حضرتك